البعض حكى مشهد الشخص المتأخر عن الطائرة، البعض رفرف بالعلم، طرق إبداعية تفاعلية متنوعة للتعامل مع الهدف. فكيف تفاعل الشعب السعودي مع نفس الطائرة من جدي للرياض؟ كلنا تابعنا الترند الحالي في المملكة العربية السعودية والتفاعل الشعبي الواسع مع نقل الطائرات برا من مدينة جدي إلى العاصمة السعودية الرياض، وهذا النقل بيتم بالتعاون بين موسم الرياض والخطوط الجوية السعودية لإقامة منطقة بوليفارد رانوي، ورح يتم تحويل الطائرات لمطاعم ومحلات تجارية تجارب تفاعلية للكبار والصغار بعد ما كانت هياكل متروكة ومهملة. بهذا الفيديو رح نستعرض بشكل سريع جانب من أشهر وأجمل الصور حتى الآن، شاركونا أي الأجمل برأيكم.